بتلم. طب كارتيرون، شفت الاختيار السريع ده ممكن يكون حاجة إيجابية إن إحنا ما وقفناش قعدنا انتظرنا أيام كتيرة أو أسابيع بقى نادي الزمالك يقرر ويكون في الاستناد على حد من كوادر نادي الزمالك كمدرب مؤقت وبعد كده يمشي كويس فيجي بعد كده مدير أجنبي فالناس تقول ما كان مؤقت ماشي الحالة ديت، لا تم إنجازها سريعا. إنجازها عشان أنت أصلا لسه في أول الدوري يعتبر، يعني لسه في أول الوضع كله، ما فيش مثلا إيه خلاص تلات أرباع الدوري خلص أو أنت طلعت بره بطولة أفريقيا مش عارف إيه كان، لسه في أول موسم والبطولة كلها قدامك، لسه الدوري فيه منافسة ولسه أفريقيا فيها منافسة ولسه الكأس في منافسه، كل حاجه لسه فيها منافسه. فاعتقد ان هو يعني ده ذكاء من نادي الزمالك برده ان هو قبل ما يمشي كان موجود حد يعني هو اعتقد كان اتعاقد مع الراجل حتى قبل ما يمشي ميتشو بيوم او حاجه، فده دي حاجه تحسب، ولكن هو هيجي يعمل ايه؟ هو ده الموضوع ده بقى اللي هساله لك. اني شايف اختياره كان فكره مناسبه بالنسبه لك ان هو كان الموسم اللي فات موجود مع النادي الاهلي فده اختيار صائب مثلا؟ هو اعتقد هم عشان عارفين هو عارف الدوري واقرب حد موجود كان في شغال في الدوري المصري وعارف واشتغل مع نادي قمه زي النادي الاهلي، فاعتقد هيبقى عارف الوضع ماشي ازاي وعارف الدنيا ماشيه ازاي، ولكن هو الموضوع كله في ماتش او اتنين انت تكسب تبدا تكسب الدنيا هتلاقي هدي تاني الدنيا بقت تخش تاني والناس تبدا تتكلم على النادي الزمالك كويس، بس هو يجي بس يبقى شخصيه قويه ويقدر يسيطر على الفرقه يعني. طب انت شفته ازاي مع النادي الاهلي في الموسم اللي فات؟ هو كان النادي الاهلي في انطلاقه الموسم ما كانش افضل حال لي، ولكن هو كان مدير فني قادر تتذكر له نقاط فنيه حسيته كان مدرب يعني في دجله كان في دجله كان باين اكتر. بصي اي مدرب لو عنده استقرار اداري ومادي وكل الكلام ده كله يعني في منظومه هيبقى مستريح ويقدر يشتغل، لكن لو عنده مشكله مشاكل مثلا في مشاكل يعني المدربين الاجانب مثلا لو انت عندك مشكله ماديه مش هيقدر يتكلم لك فيها ملوش دعوه، انا راجل فني في الملعب بس فاهم ازاي، لكن هو لما يجي يشتغل في نادي الزمالك ولو الاستقرار موجود والدنيا موجوده يبدا يجيب نتائج ويبدا يشتغل، لكن لو في مشاكل برضو لو جبت مين مش عارف يحلها يعني هو راجل اجانب كده يقول لك انا ايام كنا ماسكين لنا فلوس ولا كان ماليش دعوه اتكلموا مع الاداره، انا راجل فني في الملعب ما دخلش نفسه في حاجه هو ملوش دعوه بيها، فهو هل الاستقرار نفسه هيبقى موجود عشان يقدر يشتغل ويقدر يطلع اللي عنده، ولا الاستقرار برضه هيفضل مش موجود؟ انا القعده المستشار مرتضى قال لك ان خلاص الموضوع الفلوس اتحلت والدنيا وفي بدايه جديده، فهو دي حاجه كويسه ان هو بالنسبه له يقدر يرجع يعني يقدر يرجع والدنيا مستقره شويه.